صباح الخير يا أعزائي، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. هيا من يقول لي ما هو اليوم؟ اليوم هو يوم الثلاثاء. اليوم هو يوم الثلاثاء. والبارحة كان يوم ماذا؟ كان البارحة يوم الاثنين. كان البارحة يوم الاثنين. وغدا سوف يأتي يوم ماذا؟ الأربعاء. وبعد الأربعاء الخميس. وبعد الخميس الجمعة. ثم السبت. ثم الأحد. ماذا نسمي الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد؟ ماذا نسمي؟ أيام الأسبوع. أيام الأسبوع. كم هي عدد أيام الأسبوع؟ أيام الأسبوع سبعة وهي. أيام الأسبوع سبعة وهي. هيا لنعيد جميعا أيام الأسبوع. الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، ثم الأحد. لقد تعرفنا على أيام الأسبوع، والآن من يقول لي نحن في أي شهر؟ في شهر مارس. في شهر مارس. وقبل مارس كان شهر فبراير. كان شهر فبراير. جيد. وماذا يأتي بعد مارس؟ شهر أبريل. أبريل. وبعد أبريل ماي، ثم يوليو. يونيو. ثم يوليوز. ثم غشت. ثم شتنبر. ثم أكتوبر، نوفمبر ودجنبر. جيد. من يقول لي كم هي عدد شهور السنة؟ هيا لنحسب جميعا. هيا لنعد جميعا كم هي عدد شهور السنة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشرة، اثنى عشرة. كم هي عدد شهور السنة؟ اثنى عشرة. كم هي عدد شهور السنة؟ اثنى عشرة. هيا لنردد جميعا شهور السنة. يناير، فبراير، مارس، أبريل، ماي، يونيو، يوليوز، غشت، شتنبر، أكتوبر، نوفمبر، دجنبر. لقد تعرفنا على اليوم والشهر. هيا لنقرأ جميعا تاريخ يوم. الثلاثاء 17 مارس 2020 ميلادية. والآن في أي فصل نحن؟ نحن الآن في فصل الشتاء. في فصل الشتاء. ومن يذكرني قبل الشتاء كان فصل ماذا؟ كان فصل الخريف. كان فصل الخريف. جيد. نحن الآن قلنا في فصل الشتاء. أحسنتم. وماذا يأتي بعد الشتاء؟ ماذا يأتي بعد الشتاء؟ فصل الربيع. فصل الربيع. وبعد الربيع سيأتي فصل الصيف. فصل الصيف. هيا من يقول لي كم هي عدد فصول السنة؟ فصول السنة أربعة وهي. فصول السنة أربعة وهي.
فصل الخريف، فصل الشتاء، فصل الربيع، ثم فصل الصيف. لقد تعرفنا على مظاهر فصل الشتاء، من يذكرني بها؟ في فصل الشتاء تتهاطل الأمطار وتتساقط الثلوج فوق قمم الجبال، ويقصف الرعد ويلمع البرق، ويكون الجو باردا، فنرتدي الملابس الصوفية لتحمينا من شدة البرد. والآن ننتقل إلى حصة الرياضيات، سوف نتعرف على الجمع. لاحظوا معي، ماذا يوجد في المجموعة الأولى؟ ماذا؟ أزهار. ماذا يوجد في المجموعة الأولى؟ أزهار. أحسنتم، ذكروني، هذا رمز ماذا؟ رمز زائد. رمز زائد. ولاحظوا معي، ماذا يوجد في المجموعة الثانية؟ ماذا يوجد؟ كرات. ماذا يوجد؟ كرات واحدة، كرة ومجموع كرات. وذكروني، لقد تعرفنا على هذا الرمز، هذا رمز ماذا؟ رمز يساوي. رمز يساوي. والآن هيا لنحسب كل مجموعة على هيا. احسبوا معي المجموعة الأولى، كم توجد من زهرة؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. كم وجدنا؟ أربعة. والآن لنحسب المجموعة الثانية، احسبوا معي جميعا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. كم وجدنا؟ ثمانية. هيا الآن لنحسب المجموعة، نحسب جميعا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشرة، اثنى عشرة. كم وجدنا؟ اثنى عشرة. كم وجدنا؟ اثنى عشرة. والآن لنقرأ العملية، أربعة زائد ثمانية تساوي اثنى عشرة، تساوي اثنى عشرة. والآن لاحظوا معي، ماذا يوجد في هذه المجموعة؟ ما هو هذا الشكل؟ هذا مثلث، هذا مثلث، ومجموع مثلث مثلثات، مثلثات. والمجموعة الموالية ما هو الشكل الموجود؟ ماذا نسمي هذا؟ هذا مربع، هذا مربع، واحد مربع ومجموع مربعات، مربعات. هيا الآن لنحسب كم يوجد من مثلث في المجموعة الأولى، عدوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. كم وجدنا؟ خمسة. كم وجدنا؟ خمسة. الآن ننتقل إلى مجموعة المربعات، نعد جميعا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. أيضا وجدنا خمسة. كم وجدنا في مجموعة المربعات؟ خمسة. وفي مجموعة المثلثات؟ خمسة. هيا الآن لنحسب المجموع، كم؟ واحد، اثنان،
ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. كم وجدنا؟ عشرة. كم وجدنا؟ عشرة. نعم، الآن لنقرأ العملية. خمسة زائد خمسة تساوي عشرة. تساوي كم؟ عشرة. والآن ننتقل إلى العملية التالية. ما هو هذا العدد؟ هذا العدد سبعة. هذا العدد سبعة، جيد. وهذا رمز ماذا؟ ذكروني، هذا رمز زائد، رمز زائد. وما هو هذا العدد؟ هذا العدد ثمانية. هذا العدد ثمانية. وهذا رمز ماذا؟ رمز يساوي، رمز يساوي. ها قل لي، كيف سنحسب هذه العملية؟ باستعمال ماذا؟ سنستعمل الأشرطة، سنستعمل الأشرطة. تحت سبعة كم سأضع؟ سأضع سبع أشرطة. يلا عدوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. وتحت ثمانية أيضا سأضع نفس العدد، سأضع ثمانية. عدوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. الآن هيا لنحسب المجموع. عدوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشرة، اثنى عشرة، ثلاثة عشرة، أربعة عشرة، خمسة عشرة. كم وجدنا؟ خمسة عشرة، خمسة عشرة. هيا الآن لنقرأ العملية. سبعة زائد ثمانية تساوي خمسة عشرة. ذكروني أولا، هذه عملية ماذا؟ عملية الجمع، عملية الجمع. سنفعل نفس الشيء بالنسبة لهذه العملية أيضا. هذا العدد هو خمسة، وهذا رمز زائد، وهذا تسعة، وهذا رمز يساوي. أيضا سنستعمل الأشرطة، كم سأضع تحت خمسة؟ سأضع خمس أشرطة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. وتحت تسعة أيضا سأضع تسع أشرطة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. هيا الآن لنحسب المجموعة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشرة، اثنى عشرة، ثلاثة عشرة، أربعة عشرة. كم وجدنا؟ أربعة عشرة. واحد وأربعة، واحد وأربعة، أربعة عشرة. هيا الآن لنقرأ